السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في سلسلة جديدة نعتبرها الموسم الثاني من بانر لورد ولكن بنكهة جيم اوف ثرونز. مثل ما تشوفون الصور لودينج واضحة فيها الجماعة الزومبي اللي هم ورا السور في المسلسل. طبعا اللفتة السريعة للي ما يعرف المسلسل هذا الخرافي اللي مبني على رواية خرافية، هم مجموعة ممالك طبعا في حروب ومشاكل وغدرات بينهم البين، ولكن هدفهم الرئيسي انهم يخلون ما أدري لهم كان اسم بس إني ناسيه لأن المسلسل له فترة طويلة. المهم الزومبي هذا لما يدخلون عليهم من الثلج، ما ودي أطول مقدمة أكثر. هذا الممالك اللي كانوا متواجدين، دوثراكي طبعا أفضلهم وهذا اللي راح أختاره. اللعبة جسدت هذا المسلسل وحاولوا شوية يعني بناء على الممالك هذه كيف كانت قوتهم. فمثلا دوثراكي الحين بيكون تطوير الجنود فيه لها أبسط، فيه ممالك كثير، دراغون ستون، هذا المخصي اللي دخل في جيش أم التنانين، كلهم اللي يتابعون المسلسل أكيد يعرفون الممالك هذه كلها. الفري هاوسز اللي موجودة الحين في المسلسل الجديد اللي سووه نختار الدفراكي. طبعا الشخصية ما فيها كلام، أول شيء الشعر عندهم في ثقافتهم، عندهم عادة إذا شعرك طويل هذا دليل انك ما خسرت اي معركة من زمان، يعني ممكن تناظر اي رجال كذا من بينهم وتعرف الخسائر الوين واللوز عنده، عرفت؟ كأنك تدخل بروفايله. طبعا كال دروغو هو قائدهم وكان شعره يوصل لين هذا. الشخصية اللي ودي اجسدها الحين صعب جدا صراحة اني اجيبها، ما في كحل لكن عمينا له واحدة من العيون. فالمهم قائدهم يا جماعة الخير هذا كان شعره يوصل لين الخيل، وطبعا تزوج ام التنانين. بنيت الشخصية بشكل سريع، حاولت اركز في البو بحيث اني اقدر احصل من اسلحة الرئيسية انه يكون معاك البو، وطبعا الرايدنج والتجارة مهمة بعد بحيث انها الاسعار يمديك تبيع وتشتري وتاجر في كبدايات. بالنسبة لشعار الدوثراكي كان في المسلسل تقريبا انه فيه خيل، اذكر كان الصقر هذا شعاري، ولكن هالمرة راح اختار الخيل هذا، نعطيهم اللون الاحمر مع الابيض. الاسم طبعا الدوثراكي، طبعا اسم الشخصية على اسم الوحش كال دروغو، ونقول بسم الله. بالنسبة للصعوبة في فري بوتر هذا اللي هو ايزي، وورير متوسط، وبنر لورد خله متوسط ونقول بسم الله. اذا شفنا الصعوبة مرة سهلة راح نصعبها قدام. مثل ما تشوفون الصور الجميلة هذه اللي تابعه للمسلسل كنوع من الذكريات اللي تعطيك اياها في المسلسل. طبعا عندنا 1000 الحين، والصحة 100 ما في احد غيري، والاكل ما فيش على طول، في 20 ابن 60 حلال جاي يلاحق وراي. انا داري يبون يتسحب من اول السلسلة. شوف الاستهبال، بالله عليك شوف الاستهبال. مفروض اني انا اسرع بس شوف 6.7، شوف خطوتي، بس خطوتي هذه اللفة كذا من أول السلسلة هي غلط، وأقرب قرية بعيدة مني. والله لو أني طيب هذا يا أخي والله صعب يا جماعة. فلت والله أني فلت. wait for some time يعني دخلوا القرية فايت أو يعني أنا أبوكم فايت وربي تعال. 20-1 يا الربع، نتمردغ من أولها. طيب دقيقة معي 1000 صرفهم. القرية هذه كان يمدينا اسحب لي كم واحد تدري يا رجال، والله ما يأخذوني كذا، يأخذوني أسير ولا أعطيهم الفلوس كذا وأنا. كال دروغو يا جماعة العظماء دائما يبدون كذا. اللي تابعوا معي يا ريت في نحشة هنا، المشكلة في سور كذا يجيك 27 سهم وعندي 20 كلب، إذا هم فوق الخيل سلم لي. شوفوا حتى البيئة اختلفت يا جماعة، البيئة هذه ما كانت موجودة. فا يا ساتر فوق خيول بعد يا أبوي، دعمني فكنا من الدنيا والله دعمني فكنا. شوفوا البار الأصفر هذا حق الشيلد ما كان موجود، البار الأصفر أقول نطولها وهي قصيرة. فالمود هذا يا شباب تخيلوا حجمه تقريبا 20 جيجا، يعني حجم لعبة استغفر الله 10 جيجا مع المودات الثانية وكذا. المهم المودات تيجي كلها يمكن حول 20 جيجا. طيب الحين ماخذيني بريزنر ويفرفرون فيني. احلى شيء ان المودات الثانية شغالة مثل ما تشوفون، تسريع الوقت وكذا. نختصر السالفة، حاليا دوثراكي ظاهر ما عندنا الا المنطقة هذه. خلنا نشوف من قائدنا كالبونو، هذا زي يوم كنا في العرب داخلين حرب ضد التارقة، داخلين ضد التنانين. الله يخرب بيتكم، هل في تنانين؟ طيب هل ممكن تشوف تنين كذا في المعركة؟ ما ندري وين
ما ندري أي بلد؟ ما ندري. طيب الخطة كالآتي يا شباب، حاليا هلثي جدا سيء، نوجه هنا القرى الصغيرة هذه، نجند الألف هذه ودي استغلها. طبعا هذا أفضل من أني والله توقعت أنه ما يفكون إلا بفلوس، بعض الأحيان كان يفكون بفلوس. شوف هذا وأنا حطه نورمل ما يعطيني جنود، شلو حطيته هارد ولا وحاشريني من البداية. الحمد لله أني ما حطيت هارد وتفلسف. خلنا نجيب لي الحلوين هذولا، 10 من العبيد يحاربون معي. البدايات كذا يا عيال، كريد نضمن لهم اكل حتى انهم ما ينحاشون مني، جرين وكافيهم. طبعا لو نوعت راح يسعدهم هذا الشيء، قائدهم ياكل نفس الشيء. عندنا الحداد، يوه يا الحداد. طيب هل في اسلحه شيء يسوى كذا 500 شيء ولا دروع؟ دروع والله لو دخلت بطولات لان شق بلبس الشغاله هذا. خوذه، طيب خوذه ب 1000 وشيء حتى شكلها. انا اقول لكم ما في الا احنا نهجم. وين اللي كانوا يلاحقوني هذا؟ لا انا 10 اكلنا 20، يا سلام. طيب نشوف لنا بطولات، يعني عندي هدفين لازم يكون في البدايه، اذكرني بديت فيها السلسله الماضيه ان لازم اركز في البدايه على البطولات. البدايه صعبه جدا والله، لين ما توصل تقريبا 100 جندي زين حتى انك تقدر تدخل كمرتزق من مع الممالك. شوف الحين لو ندخل الكينغدم او الموسوعه هذه جوجل اللي في اللعبه مسميها انا، راح تشوف الممالك كلها. حاليا هذا الدوثراكي قائدهم كالبونو، لكن ما راح يقبلني اتوقع كبدايات. خلنا نرسل له رساله نتعرف عليه، مرسول يعني واحد من الحلوين هذا، نعطيه 100 دينار تقريبا ويروح. هذا له 5 صيده، هذا اللي ندور عليه. طبعا هذا بعد ما نهزمهم وصل ماسنجر ما شاء الله. الحين كاني انا تليبورت هناك، هذا المشكله. بعض الاحيان يخليك في نفس المكان، بعض الاحيان لا يسوي لك تليبورت مكان موجود القائد هذا. شوف الحين موجود داخل قلعته امكال دروغو. ار يو انا اللي بمسك الخلافه بعدك يا طويل العمر. طيب خلينا نشوف ايش نقدر نكلمه. ايوه اي وود لايك تو انتر يور سيرفيس. شوف يقول لي الكلان لازم يوصل تير 1. اوكي طيب ما في عندكم واحدة من زيونه كذا نعرس عليه؟ الله يرحم ايام اروى. اي تستاهل 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 تستاهل، وانا مغمض والله تستاهل تستاهل. بنعرس نبنعرس شيبنا 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 يا شباب. عين الله تراك، هذه بنت القبائل اللي ما تاخذها الا لازم تطفش الشاشه يا ولد. الله اكبر علي، عين الله تراك. علمك اقصر منها، نسينا نطول الشخصيه. ما عليه ما عليه، اما جالس على ركبه. اقسم بالله يا شباب ان الموسم هذاك، خلنا نسميه الموسم الاول، شوف جابني عند ثراكي بس فيه صيده هنا بعد 7 نمسكهم. كانوا بيصيد. اوه دخلوا معنا ال 115 حلوين. دام كذا الوضع خلنا نسوي سنتروب، نطور جنودي بدون ما ادخل، ما مات احد حلو. كذا انا ما راح اقدر اخذ راحتي لي 100 جندي داخلين. فموضوع الممالك يا شباب مثل ما تشوفون نفس الممالك اللي موجوده في اللعبه. التارغاريان كان شكلهم احمر تقريبا، هذا الوينترف من اشهر الممالك وينترفيل. كاسل بلاك هذا السور، شوف كيف السور حتى موجود في المود، هنا السور يكون موجود. سور الصين العظيم هذا يا شباب عشان لا يدخلون عليهم، خلنا نسميهم زومبي، كان لهم اسم بس اني ناسيه، الاحياء الاموات شيء زي كذا، فلو دخلوا عليهم راح يشقونهم شق. فكل الممالك يرسلون جنود لحراسة هذه او لحراسة هذا السور، يسمونهم نايت جارد شيء كذا. والحرس هذا تخيلوا يا جماعة لا يتزوجون ولا يخلفون، ما عنده شيء غير انه يراقب، يلعبون بلوت كذا بينهم البين ويجلس يراقب. طبعا ايوه لا 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 حشرنا والله، 18 ضد 10 ما عليه، تحالفوا ضدي، هذه الوساخة بس ما عليه ندردهم ان شاء الله. اتمنى انهم مش خيالة، بس هذا اللي اتمناه. لا والله خيالة كلنا تبن. فولو مي. اتذكر ان في اشكال اللي هو خلنا نقول سيركل. وصلوا رجال. اوه بيشقونا شق والله. والله بيشقونا شق. يا ابوي اعطنا السيف، حتى سيف ما في. وخيلي ما يمديه يوصل لهم. جي جي يا ابوي. والله جي جي. الحلو في الموضوع لو قتلت نصهم تقريبا المعنوية تطيح. ويمديك تشردهم. انا لو انتهت الاسهم عند اوف حياتي شعره. ما مداني اتكلم والله. ما في دروع اي حجره كذا. طبعا 7 الحين سحبوني تسحيب. اخ يا القهر.
بيشلون الأكل اللي شريته وبيشلون هذا الأسرى وبيفكوني بعد شوي. ياشين البدايات والله يا عيال، ياشين البدايات. أوكي الحين حصلت فرصة إني نحاش، خلنا نشوف لي بطولة، بس خلنا نشوف لي بطولة. ما في إلا اثنين هنا، خلنا نأخذهم. ننتظر نزود الهيلث عندي 24. أتوقع داخل القرى يمديهم كانوا يصيدون نفس قبل شوي، بس داخل المدن مستحيل يجي يصيدك، فهذا الفرق. أوكي الحين الهيلث عندي تقريبا بيرجع 100%، ويا رب إن فيه بطولة تجي في هذا المكان، بيكون وضع ممتاز. وين الأرينا؟ هذه الأرينا حلوين. ممكن نسأله هذا الجراند ماستر، أتوقع فيه طريقة تسأله إذا كان فيه مكان قريب. نير باي تاون كوهور. أوكي كوهور هذه وين؟ نعلم عليها. ودراكون الله يعطيك العافية شكرا. هنا تدريب ما تدريب، بس إذا قتلت 10 يمكن يعطونك 10 دولار أو 15 دولار، شيء ما يسوى. شوفوا هذه الصورة من المسلسل أذكر يوم التنين نفضهم. إيه كهور هذه على يساري ظاهر أنها جم أفا. أوكي هذا المكان وهذا المكان، هذا تقريبا أنها أقرب. خلنا نروح كهور، وإذا في أحد على طريقنا نجلده، بس لازم أني أجند. حلوين أقل شيء يجند 10 أو 11. مشكلة الأكل والفلوس، لازم توزن بينهم. يلا إذا خسرت الحين جي نوجه هناك. أي أحد على طريقنا تكفى، ما في أي أحد. المشكلة لازم أنك تستغل وقتك بعد، لأن الأكل ينقص وفي كل يوم يأخذون عليك فلوس، فما ينفع تفرفر كذا بدون أي اتجاه وتدور الباندت هذا. الحين يقول لي ليل ما في بطولة، انتظر للصباح. طيب انتظرنا الصباح، أعطيني البطولة. هذه أشهر صورة في المسلسل، يوم جون سنو قابل الجيش ويجيه الجيش يدعمه من وراه. والله يا جماعة المسلسل هذا اللي تو نزل، إيش اسمه، هاوس أوف دراجون، اللي هو على أساس قبل جيم أوف ثرونز، اللي عاجبني فيه بس المقدمة أنا ذكرني بنفس نغمة جيم أوف ثرونز، ولا القصة صراحة يعني بارد. باقيت لي الحلقة 10 من الموسم الأول، نقول بسم الله. 2-2. اوكي صدت لك اياه واحد. لا 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 انحشر خوي. جيجي جيجي والله جيجي. هذا حصل له سهم. ايوه تستهبل انت، تمسك اسهم قدامي تستهبل. حمار حمار كبير، ها يخرب بيت درعك يا الربع. انا والله ايش اللبس هذا، ورب الكعبة كان درعي افضل من هذا، ولا صار وردي كان احمر. يا اخي عطنا خوذه، ما اريد هذا، على اساس اني بفوز الحين بالبطوله. اوكي كل واحد لحاله. اوكي ايش تسوي؟ تنتظر الاخير. كل واحد لحاله تنتظر الاخير، خليهم يجاردون يدمجون بعض. اذا قدرت تقدر بواحد. ايوه هذه صق. الله يخرب بيتك. اوه صح عليك الدروغو. والله يوحش. حتى في لعبة إلدر رينج شخصيتي كانت نفس ما أخذها من كال دروغو، للي انتبه. ما أحد انتبه. هذا قبل شوي صقعته وخوته الذهبية خربتك. أذلف يا أبوي. هو هذا أسهم حبيبي والله. تعال على راسك، على راسك، على خوتك هذه. الحين الفاينل ضد الوحش هذا. الوحش هذا ما عنده دروع كويسة، ف جي جي ارجع له يا صاحبي. هاري ستيكلاند، لا يطلعنا هاري ستيكلاند، بس خله يصقع بعدين اعطاه على عينه. شوف كيف تغير كانه لابس ماسك. يا سلام. كذا يا شباب تبدا شهرة البطل والقائد الجديد ريناوزاد. هذه الشهرة، ورب الاسم هيبة. فيه لقطة عيت تروح من بالي من أول ما شفتها، من أول مرة في هذه الحلقة. بس يوم واحد من جنود كال دروغو جاي اعترض عليه وعطاه جسمه وجاب هذاك السيف حطه في صدر كال دروغو كذا وش خطه، ويقول له هذا اللي عندك، وبعدين مسكه طلع يا يا فتا سوشي ريكان ريكويا ريكان ذكا بوسمي يورون بوسم الطرالو. ورب اللقطة هذيك يا شباب اكيد اللي تابع المسلسل عمره ما بينساها بعد. طيب الدرع هذا اللي اعطتني اياه خلنا ببيعه 900. ببيعه بشتري خوذه، ولا بشتري درع كذا لبس البسه. والله هذا كويس ب 700. كيف شكله؟ تحس ان الساموراي قلب. مشكله الدوثراكي مفسخين، لو تبيها دوثراكي صحيح
ورب الكعبة تقلب مفسخ. لا مو كذا، هو مو لابس اي شيء تحت هذا. والله مو لابس اي شيء تحت، على بالي سروال، هم يلبسون سروال بس. هذا حليو، لا بأس، ما تناسق. وباقي الفلوس عطنا فيها. اوه الجبن عندهم رخيص كذا، بننوع وبندلعهم، ندورنا على شيء رخيص. بس والله ما في فلوس، لازم نركز. اخلي فلوس معي يوم ادخل بطولة هصير اضاعفها كبداية. خلنا نوجه على هذه المدينة مثلا ونشوف على طريقنا اية حثالة. 5 6 7 حتى لو نفس عددنا يكون الوضع كويس. اوه في بطولة هنا، يا سلام. 200 هذه بنضاعفها بإذن الله. طبعا لو تذكرون بما يخص البطولات، اذكر عندك في العالم كله يعني يحسب لك كم مرة انت فزت وكم الناس الثانيين في جميع الممالك فازوا. فاذا كنت، يا سلام، لا هنا لازم اركز، والله هنا لازم اركز. فشوف ال 200 هذه دخلت 150 في هذا الراوند، بس اذا فزت بيعطيني 600، يعني 4 اشخاص يدفعون 150 واللي يفوز ياخذها 1v1. يا سلام، ايزي بيزي، وينك؟ تعال يا بعد حي. شوف حتى المنطقة اختلفت تقريبا، انها نفس ال... شكلك ما تعرف من انا، ها؟ ابلع، بس ابلع ابلع كذا. انا ضمنت 600، سويت لهم سكيب. نجي هنا 2 ضد 2. اوف، ما شاء الله تبارك الله. هذه من مين هذي؟ نورفوس. شوف النايت ووتش هذا اللي عند السور، اللي يقول لكم يحرسون الجدار مع الممالك كلها. طبعا اذا هجموا هذلاك كل الممالك بيرسلون الجيوش، وهذا اللي صار في المسلسل في نهايته، ان الكل واجه القائد. لهم قائد بعد، تخيل زومبي لهم قائد ومعروف، وبحط لكم صورته. فالمسلسل اذا ما شفته سكر الحلقه هذه وروح شوفها الحين. المهم الجوديه هذه ان شاء الله راح نلتقي بها في لقاء اخر. ايش اسمها؟ نيرفانا. نعطيها فيفرت، وبعد الحلقه كذا نرسل لها رسائل التعارف. شوف الحين 137 كل واحد داخل، احصل قرابه 500. جوين، خلي ورا 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 ورا، لا تحرك، لا تحرك، اجلدهم يا ولد. متحمسه، عب عليك انت وياه، عب عليك انت وياه. اوف، لا 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 لا، نبلع قدامها. كفو، والله والله على بالي انها طاحت، اقسم بالله كفو. يا جماعه ذكرني بايش اسمها، تاليا، تاليا، والله كان اسمها تاليا. هلا بالرمح، ما ادري اصابته ولا لا. تعال 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 تاليا، خرا وين رايح؟ قابل الرجال. اوف، طيح طيحها، ارمن ارم على راسك، اقسم بالله على راسك. الف سلامه الف سلامه. اوف 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 اوف، الرمح والله. الحين قلبي ما يطاوعني يا شباب، لكن السيف، والله السيف. معليش يا نيرفانا، والله معليش، ودي خليها تفوز والله. والله تعجبني الشجاعة هذه، بس صراحة يا اخي من اليسار اضرب. اوف، صد والله. اوف، ما هي بهينة والله. اعطاها كف بس من هنا. اوف اوف اوف، شوف شوف الدمام كيف يا ولد، اصطرب. ايوه جي جي والله، علوبي يا تاليا. مش تاليا، سميتها انا، بتزعل، سميتها على تاليا القديمة. يا سلام، انا سويت بت ولا نسيت؟ نسيتني البنت الظاهر، نسيت ما راهن عليها. المهم ان طلعنا بألف، يا زين الألف كبدايات. حلو، الألف هذا يضمن لي بس موضوع الأكل وموضوع الرواتب الحلوين اللي معي. معي خيل ومعي سيف، ركب اوف سيف ب 1400. يا سلام، والله وقتك، بيع هذا ب 200، جميل جدا. الأكل فيه رخيص عندكم، 9 جيب. ما عندي حمير، طيب عندك حمير؟ حمير عشان أحملهم الأكل، ما عندي حمير. عندي حصان واحد أسيراي العربي ب 1600. طبعا في شغلات كثير انضافت من المود نفسها، اسلحه دوثراكي، اسلحه الدوثراكي هذه اللي تجيك مدري كيف، اشكال وانواع راح نشوفها ان شاء الله مع الوقت. موضوع الكلان اللي قبل شوي كان يقول لي ليفل 1، شوف حاليا الريناو 16 عندي، نكست تير لازم اكون 50 يعني بالبطولات، واني اقتل شو اسمه هذا اللوترز اللي هم يجلسون ينهبون القرى. طبعا لكل مدينه في قريتين تابعه لها، يعني مثلا هذه المدينه في او اكثر من قريه تابعه لها.
فيوم ترفع الزوم بس يبين لك العواصم او المدن الكبيره زي هذه، تابعت لها هذه الثنتين وكذا، هذه دخلها قمح وكذا. بعدين يوم تاخذ المدينه هذه، حتى قبل تاخذها تقدر تفتح محل. اذكر انك انت افتح محلات، خلنا نرجع لهذه، بتمي رايح جاي عليها لان في بطولات تقريبا شغالين. صح، تعال هنا في هاردوود، هل يمديني اشتري؟ تكفى هاردوود ب20، هاردوود ب14. الحموله كم تشيل؟ شيل كم اقدر. هنقص من الجرين شويه، والله رخص التراب. شوف الحين الهاردوود شاريه ب14، حلو، يمكن في البدايه 13 كان، المهم 14. تابع لمن؟ تابع يرسلونها هذه القريه، يرسلونها للمدينه هذه. فانا لو رحت ابتعدت شويه، خلنا بنروح مثلا هنا. شوف ال14 هذه مشوار بسيط زي كذا. طبعا الحمول الحين ما عندي اكرمكم الله حمير ولا احصنه، ودي اقابل باندت في الطريق، ما يصير كذا امشي اوصل بدون اي حرب. شوف ال14 هذه صارت 51، نبيعها كله ونرجع نشوف شيء رخيص عندهم. الجرين 23، ما في شيء رخيص. في عندنا مهمه هنا، حتى المهمات تخلص لك البوتري هذا صاحب المحل، ممكن نعطيه فيزت او توك. خلنا صراحه ودي اسوي فيزت اشوف المدن من داخل، لانه يقولون في هذا المود من ضمن المزايا اللي فيه المدن كلها تغيرت بناء اللعبه. يعني مثلا لو رحت وينتر فول هذه المشهوره في المسلسل، راح القى نفس القلعه هذه موجوده، راح القى هذه القلعه نفس ما هي موجوده في المسلسل موجوده في اللعبه. هذا جينا زرناه جورن باتري، وش عندك؟ I don't think you can. احتاج تروب زياده. طيب كم تبيع المحل؟ 25,000. طيب المحلات تقريبا اذكر ان اسعارها حول هذا البوتري الفخار، يصنعون منه الاشكال. شوف القلعه كيف، ما ادري بس انا صراحه ما اعرف المكان هذا في المسلسل، ولكن ياخذون الطباع اللي كانت موجوده في المسلسل. شوف المصنع هذا، هو داخل وحاط اغراضه برا ويبيعها في السوق. لو في حداد مثلا يمديك تشوف الاسلحه هي نفسها اللي لو من برا دخلت على تريد وتجاره، نفس الاسلحه اللي تشوفها هنا تشوفها معروضه موجوده في المحل. طيب دامه يريد تروب زياده، خلنا ننوع، خلنا ناخذ لنا 5 من الحلوين هذول ونبدا ندور. انا صراحه ودي اشطح يسار بعد، شوف العالم، استكشف، اروح المدينه هذه مثلا. شوف لنا اي احد في الطريق، لازم انك تقرب الكاميرا كذا بحيث، لان بس انا اقدر اشوف مسافة جدا صغيرة. اوه تعال تعال تعال، يا سلام، يا هلا باللوترز. بس ثواني، هنا يبيع ب31، ما في ارخص من هذاك، بس ال31 ممكن نطلع بفايدة. باخذ 10 ونشوف. 31 ها، تعال انت تعال تعال تعال، والله لا اجيبك، وراك وراك والزمن طويل. هذا الحلو في الموضوع انك يوم تقاتله تاخذ منهم اسلحتهم وتاخذ ملابسهم، ملابسهم تبيع. ما يا سلام، هذا الخمسة الوانهم مميزة. 3 وين الاثنين البيض هناك مفرقين ماسكين الراية؟ طبعا المودات مثل ما قلت لكم يا شباب شغالة لو دخلت حرب في الليل. تشارج يا قلبي تشارج، لو دخلت حرب في الليل بتشوفون الاسهم مولعة. انا ودي اطور، خلوه لي هذا. اوه قتلت واحد من اخوياي او اني صبته. اوكي كذا تزيد المعنويه يوم يدخلون حرب معاي وننتصر، تكون حرب ايزي بيزي. مات مننا واحد شكله، هذا اللي انا قتلته. وتطوروا عندنا 7، وفي اسرى 2 عندهم اللي هم هذا، ممكن احولهم جنود او اسحب على ابو جدهم لانهم يبطئوننا. والله ما ادري اذا كانت في فائده غير اني اجندهم، ما ودي اجند اللوترز لانه يطيح برضه المعنويه. باخذ كل شيء، شوف ما اعطاني اسلحه للاسف، بس ملابس. هذا معاهم حجاره، اللوترز معاهم حجاره، لكن لو لقينا باندت، الباندت يعطونا سيوف وشغلات اقدر اصهرها. الملابس تنباع والاسلحه كنا نصهرها ونطلع منها معادن، يا اني ابيع المعادن او اني اصير ادخل الحداد واشوف الطلبات الاسلحه اللي موجوده عند الحداد. مثلا شخص عنده شكل معين، هلا هلا هذا اللوترز 15 ضد 15، بس لوترز ما ودي صراحه. شوف هذاك 31، نشوف هذا بكم يبيع. هذا يبيع ب14، يا سلام، هذا اعطني منه. انا لازم اشتري لي، نسيت ما اشتري لي اكرمكم الله حمار ولا حصان ولا اي شيء. راح اشتري من هنا، في بعض المناطق تشوف عندها علامه خيل، قرى صغيره حقت الخيول، فيكون عندها ارخص. شوف هذا بقر،
والله ما اتذكر كان في بقر في اللعبه. هنا سمك، هنا خرفان، مش مشكله بشتري من المدينه. المدينه عاد غالبا يكون فيها، شوف موجوده فيها بطوله، غالبا يكون فيها الاحصنه وبيكون فيها الامور كلها اللي تحتاجها. فعطنا الحصان. اوف غالي والله 500. بعضه يعطيك حموله 100 وبعضه يعطيك حموله 20 اذا كان حربي. شوف الحموله انا عندي كم، هنا مكتوب الحموله 310. اذا اشترت هذا صرت 330، يعني بس 20، هذا حربي يعتبر. فمثلا هذا نفس الشيء 330. المشكلة أي هلمت كذا يمسح ملامح الدوثراكي صراحة، ما ودي بهذا الشيء. شو هذا الحداد اللي أتكلم عليه اللي ما تابع السلسلة أو الموسم الأول. هنا أحول الهاردود إلى شاركول بحيث أنها أي أسلحة تجيني بعدين أقدر أصهرها هنا، راح تجينا. وبعدين أدخل أشوف الطلبات. شوف الحين في طلبات كثير، هذا يدفع 66,000 وهذا يدفع 200. طبعا هذا 66,000 يبغى سلاح له مواصفات معينة مثل ما تشوفون، وما عندي الماتيريال اللي يسويها. هذا الماتيريال 3 فاين ستيل واثنين هذا وهذا، فشغلات متقدمة شوي. كيف تجيبها هذه؟ انك تجيب الاسلحة حق الوترز وتصهرهم وتبدأ تطلع من هذه المعادن على حسب السلاح اللي تصهره، او انك تشتري اسلحة غالية وتصهرها تطلع لك هذه المعادن تشتريها من التريد هنا. خلنا نشوف ايش البطولة هذه ايش تعطي. يا سلام يا اللقطة، هذا من اجمل اللقطات يا اخي، يذكرك والله من جد الصور هذه يذكرك الحروب كيف كانت في جيم اوف ثرونز، ريلم اوف ثرونز. يعطينا درع نستفيد منه، نبيعه نحصله يمكن بألف. احلى شيء في الموضوع المراهنه، 150 تحول لي اياها 600، فشوف الفرق. ليتني اشترت خوذه بس. اوه هذا فوق خيل، ما ادري اعطيته الخيل ولا اعطيته هو صقعه. ايوه تكفى، لا تكفى قم. اوه والله على بالي مت. هذا ايش فينا متحمس يا اخوينا عليك افاخ. والله العظيم اني ناوي على هذا انا، لا لا ما يخصني. شوف وجهه لي، يا سلام عليك سدحته ولا هذا اخوينا اللي نزده. كفو والله كفو كفو يا بطل. حلو الحين ضمننا ال 600 الاولى، الحين 500 ثانيه. تكفى لا تنسى المراهنه لانها جدا مهمه. حياك الله وبياك يا مرحبا ومسهلا. وفا وفا، انا لازم اكون، لا لا مش اثنين على واحد. طيب انتوا ضد بعض يا عيال الكلب، انتوا ضد بعض. ايوه اقتله من وراه اقدر. صح عليك صح عليك يا وحش صح عليك، شوف غدر فيك عادي اقتلني يلا، حتى لو خسرت بنتأهل انا وياه للراوند الجاي. خلص علي، شوف درعه يا رجل والله العظيم غش تاريخي. تعالي اوف 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 اوف. طبعا يمديك ترجع الدرع كنوع من انواع الهياط يعني. وهذا النهائي الجميل بين كارث، هذا كان يعرف هذا والله، مو بغريب عليه الشخصية هذه. اوه 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 يخرب بيتك. متحمس على بطنك بس، والله متحمس. خرب بيته 1700 يا حبيبي، والله بداية جميلة جدا. طبعا هذه شجرة المهارات، اطور الشيلد اللي يمسكه او اني اطور ضربة اليد نفسها الدفلكت. انا ما اضرب بالشيلد، يمديك تضرب بالشيلد نفسه بس خلني على هذا. بالنسبة للبو وهذا المهم، طبعا كل واحد له فايدتين وهذا له فايدتين. هذا انكريس هيد شوت دمج، اذا هيد شوت بعد يا رجال، اذا جت هيد شوت يموتون الحين اغلبهم دروعهم ضعيفة، فاعطنا هذا يوم اتحرك يكون الثبات اكثر. بالنسبة للنحشة الركض نزيد السرعة، والشارم عندي الشارم ما زود الاطفال 30% انه يكونون عندي اطفال زيادة، او يوم افوز في بطولة يزيد عندي 5 انفلونس. خلنا في البطولات مالنا في الاطفال، اشوفها بداية موفقة طيبة. ارائكم مرحب بها وانتقاداتكم دائما وابدا. اتمنى انكم استمتعتوا، ولا تنسون تقييم الفيديو والاشتراك اذا ما كنت مشترك. وراك ان شاء الله في الحلقة الثانية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.